صار لي تقريبا 27 سنة بشتغل مع العائلة هاي اللي هي صاحبة المطعم عائلة بدرية. المطعم تم تأسيسه بحدود 60-65 سنة من زمان الأردن. في البداية كان ملحمة ومطعم، بعدين طوروا وصار مطعم لحاله. المطعم استمر يعني من ناحية نظافة أكله، من ناحية خدمة للزبائن، من ناحية المعاملة. مدة زي هاي المطعم هو هذا اللي بيخليه يستمر، النظافة، الاهتمام بالزبائن، الشغل يضل ماشي يعني 100%. هذا اللي يعني الشيء المهم في استمرار المطعم. مطعم باعتبار مطعم تاريخي، لنا زباين كثير من الشمال، من هون من هون، طبعا أهل القدس، أهل الضفة، في لنا زباين لهم سنين بيجوا عندنا، بيعتبروه مطعم تاريخي. طبعا المطعم العائلة عريقة من القدس، اللي عائلة دار بدرية، الأجداد، الأباء، وهلأ الأبناء اللي مستلمينه. إحنا بنقوم بمهمات كثيرة بالمطعم هذا، نتعاون مع جمعيات خيرية، نتعاون مع مؤسسات، كنا نتعامل مع قطر والإمارات، إندونيسيا، اللي هو لتلبية الوجبات الرمضانية. تلبية الوجبات الرمضانية هذا بياخد منا وقت كبير ومكلف كتير، وبده يعني حاولت يعني السلطات تداي علينا بالمجال هذا، لأنه إحنا ظلينا مستمرين. ضيقات الاحتلال مستمرة على كافة التجار، وبيستمروا وبالأخص يعني المطاعم والملاحم من ناحية نظافة ما نظافة. يعني مرة سكروا لنا المطعم يمكن أسبوع زمان عشان لسه ما فيش عندنا رخصة، بحجة عدم النظافة ما النظافة، عبين ما جبنا لهم الرخصة. طبعاً هذا بكلف أشياء كثيرة، فكمان المضايقات هذه بتأثر على المحلات من ناحية الكم الكبير من الضرائب اللي بيفرضوها علينا.